تحفه بعشقها دي، انا واثقه ان انا مش هستغنى عن اي حاجه فيها. اسرار في شنط البنات تنقذك من ان انت تتحطي في اي موقف محرج. بقالي فتره كبيره مش بنزل غير بشنطه الاولاد، لو بقى فيها مناديل، وايبس، طبعا دايبرز قد كده، المشمع بتاع الغيار، كريم الحفاضات، بفتات بقى وكده، اكياس تواليت. يعني الحقيقه بقالي كتير مفتقده ان انا انزل بالشنطه بتاعتي دي. الشنطه بتاعتي وانا بقالي فتره كبيره قوي ما نزلتش بيها، فانا حرفيا ناسيه اصلا كنت حاطه فيها ايه. انا بحب الشنطه دي قوي على فكره، عشان هي كانت من واحده صاحبتي بحبها بموت فيها، تحيه لكل اصحابي في اسكندريه عشان هي من اسكندريه. فالنهارده بقى حابه ان انا اعمل معاكم حاجه غريبه جدا، وهي ان احنا هنطلع كل الحاجات اللي في الشنطه دي، نروقها كده مع بعض. هنختار شنطه انزل بيها، بعد كده احط فيها حاجتي وانزل بيها. في دي من شورو وفي دي من شين، اختاروا معايا دي ولا دي. اوكي هعتبركم ان انتوا اخترتوا بتاعت شوروم، عشان هي كبيره كده ومتقسمه، فهتشيل معايا حاجات كتير، لان انا بحب انزل بحاجات كتير كتير قوي. ليه بحب انزل بحاجات كتير؟ عشان بحب تبقى حاجتي كده معايا طول الوقت كده، واحس ان انا ايه بدلع بيها نفسي. فتعالوا نشوف الشنطه بتاعتي فيها ايه. انا بشوف كل الحاجات دي لازم تكون اساسيه في شنط البنات، فانتوا قولوا لي ايه الحاجات الاساسيه اللي انتوا بتاخدوها معاكم في الشنطه بتاعتكم. وده كده شكل الشنطه من جوه، دي الحاجات اللي فيها. تعالوا يلا نروقها مع بعض ونحط بقى يعني اللي هحس ان هو مهم هنقله في الشنطه الثانيه. اوكي اوكي هخلي الشنطه دي بقى جنبي عشان اللي ناخده نحطه فيها على طول. اول حاجه طبعا معايا وهي المناديل، معايا مناديل تاني اهي، فهناخد بس واحد منهم نحطه في الشنطه. وايبس طبعا لا غنى عنها، محفظة اكيد، خش هنا جنب اخواتك، نظارة. لازم الواحد برضو ايه يعمل حسابه، مثلا هينزل في الشمس لازم يبقى معانا النظارة بتاعتنا، تنفع في الايام الحارقة. حسيت ان شكلي مرهق ومحتاجة ان انا اتصور بلبسها، فلازم تكون معانا. اوكي لا هاخد النظارة بصراحة، يعني انا برضو بحبها قوي النظارة دي، فهاخدها معايا. معايا حامل موبايل عشان لو حبيت ان انا اتصور في اي وقت. هو طوله مش كبير يعني، بحب عشان هو وزنه خفيف وكمان مش بياخد مساحة معايا في الشنطة. يعني وانس ان احنا هنقفله كده بيبقى حجمه صغير خالص، فده اكيد يعني لا غنى عنه، لازم تحط معانا. معايا كمان حامل موبايل تاني، بس ده بقى مش بتاعي، ده بتاع الاولاد، عشان لما بنبقى في مكان مثلا عايزين نقعد ناكل، عايزين نقعد على رواقه، بشغل لهم الموبايل وبحطه كده، بيتحط بالطول وبيتحط برده بالعرض، وبرده مش واخد مساحه يعني، فهو برده بالنسبه لي من الحاجات المهمه. طب ما انا معايا شويه حاجات مهمه، هم امال في ايه بقى؟ ايربودز برده مهمه، وبعدين كمان كانت جايلي من والدي هديه، فما اقدرش ان انا انزل من غيرها. قد ايه بجد انا كنت مفتقده الشعور ده. فاتورة من ايكيا اخيرا، حاجة مش هنحطها في الشنطة. معقم الايدين معانا. حلو في الشنطة دي ان هي فيها تقسيمات كده، جيوب وحاجات، فالموضوع ده هيفيدنا قوي. واخدة معايا ايه تاني؟ واخدة معايا قطن. انا ليه واخدة قطن بجد؟ يعني ليه واخدة قطن ازالة ميك اب معايا في الشنطة اصلا؟ هو شكله كيوت وهو في الكيس كده، بس مش هاخده طبعا. في بقى حاجة حلوة قوي اللي هي بلوتينج بيبرز، دي من شي جلام. بصوا الباكجينج بجد تحفه، لان هي رغم ان هي صغنونه كده الا ان هي فيها مرايه، ودي حلوه بقى قوي في الصيف لاصحاب البشره الدهنيه كده زيي. حلو فيها بقى ان هي بيجي معاها سبونج كده، بعدين بقى بحط فيها اللي هي الورقه دي وبطبطب كده على البشره وانا بره. انا طبعا دلوقتي يعني بشرتي تمام، بس عاده انا بشرتي اويلي جدا، بسيح في الحر وكده بسيح. فدي بقى الحلو اللي فيها ان هي مش بس بتمتص الدهون، لو حاطه ميك اب كمان تحس ان هي بترجع كل حاجه مكانها حرفيا. انا دي اكتر منطقه بتبقى عندي اويلي اللي هي التي زون، فهي بقى حلوه او بجد مجربوها. لو لقيتوها او لقيتوا اي حد بيباعها هاتوها، يعني اصحاب البشره الدهنيه والمختلط بس. وبتشيلي بقى اللي هي الورقه دي وتحطيها كده تاني، مهمه بصراحه بالنسبه لي. حطها كده في سوسته بقى من السوست، عشان احط معاه الحاجات اللي هي برده متعلقه بالميك اب شويه. معايا الباودر دي من جولدن روز، ومعايا الفرشه دي من شي جلام. ودي الحلو فيها ان هي اصلا فيها عامل حمايه من الشمس، فبتبقى حلوه قوي ان انت لو حابه تثبتي بيها الميك اب، لو حابه تعيدي على السان سكرين او السان بلوك بتاعك ان انت تحطيها. طبعا مش اعلى حمايه يعني، هي نسبه بسيطه قد ايه؟ اس بي اف 15، يعني حاجه بسيطه خالص بس حلوه. حلو ان انت تجددي كده وتعملي ريفرش للسان بلوك بتاعك، فدي لا معايا. مفاتيح كمان بتاعت العربيه، طبعا معايا السبير مش اكتر، عشان لو وليد نسي او حاجه يبقى معايا يعني. اكيد دول عشان زوزو، اكيد معايا سان بلوك، بس غالبا يعني ما بستخدمهوش وانا بره، بحطه وانا نازله وكده ومش بستخدمه وانا بره، حتى مثلا ميك اب او حاجه، او يا اما لازم اشيل مثلا السان بلوك الطبقه الاولانيه دي واحط على جديد، فغالبا مش بستخدمه، فلا مش هحطه معايا. ايه كمان؟ تنت.
عادي طبعا هحط بعمل الحاجات اللي هي بتاعه الميك اب دي. احلى حاجه ان الفرشه فيها ناحيتين، فناحيه بثبت بباودر والتانيه بوزع لو في تنت او حاجه. حطيته في السوسته اللي هي بتاعه الميك اب عشان يبقى الميك اب كله كده مع بعضه. معايا المحفظه اللي هي الصغنونه دي اللي هي بيتحط فيها البطاقه والحاجات دي. طب والله حلوه، يعني ممكن ابدل بدل ما انا ماشيه بالمحفظه اللي هي الكبيره دي كلها واخده مساحه وتقيله، ابدل واحط الحاجات اللي فيها اللي هي الفيزا والبطاقه والحاجات دي احطهم هنا. مش تاخد معايا مساحه. طب هعمل التبديل ده بس بعد التصوير. في كمان البرفيوم الصغير ده معانا طبعا، نحطه بقى في سوسته كده برده تانية عشان يبقى على جنب سهل ان انا اوصل. اوكي اخر حاجه معانا وهي شنطه الطوارئ، بعد كده تكون الشنطه كلها فضيت. دي انا واثقه ان انا مش هستغنى عن اي حاجه فيها. تعالوا نشوف شنطه الطوارئ دي لوحديها والحاجات اللي فيها حكايه. واخده معايا كحول، بصوا انا هحطهم بقى على جنب عشان دول مش عايزاهم يبقوا متنعكشين ويتحطوا على باقي الحاجه، هحطهم على جنب وبعدين ندخلهم تاني. اول حاجه وهو الكحول لا غنى عنه، حتى في شنطه الاولاد فيها كحول برده. معايا ليب بالم اللي هي بلون لا غنى عنها برضو، هي واضح ان هي بتنتهي، هي اوريدي انتهت يعني، بس برضو يعني اوقات بحتاجها كتير يعني، هي خلصانه اصلا فممكن بقى ايه احط واحده تانية. في اللي هو المنتوس بحبه جدا، بينقذ لو انت ما اكلتيش او مش شربتيش لفتره كده، حلو ان انت تغيري طعم بقك. ايه ده، في كمان نعناع تاني اللي هو تيك تاك ده، واضح ان انا كنت متوصيه او موضوع النعناع والحاجات دي. طب ناكل واحده بقى. البادز القطنيه لازم تبقى معايا، اللي هو الحجم الصغير ده اللي بيتحط في الشنطه. ستيكر للجروح، بيحصل اصابات كتير كل ما بنخرج، فحلو ان انا معايا ستيكر. انا كنت ناسيه بجد ان انا معايا الحاجات دي، انتوا متخيلين. معايا كمان ليب بالم تانيه بس دي اللي هي من غير اي لون، عشان لو شفايفي برده حاسه ان هي ناشفه او كده ما اقعدش بقى ايه امسح فيها، بتشقق اكتر وبتنشف اكتر ومبعرفش اتكلم، فباخد معايا الليب بالم دي يعني بتدي ترطيب على طول كده، دي اللي هي من بيز لاين. واخده معايا فيوسيدين، مش معانا، لا همشي بالفيوسيدين بجد، حاجه غريبه جدا. معطر فم تاني برضو، مش هكسفك. في انتوا احساس الندى كده بتاع البحر لما يخبط في وشكوا، هو ده بالظبط اللي بحسه مع اللي هي الفريش بريس والحاجات دي، بتبقى جميله. مرايه طبعا، لا لا ما اقدرش امشي من غيرها، انا تمام مرايه معايا. دبابيس، ولو اني ما بحطش دبابيس يعني حرفيا بتسالوني على لفه الطرحه ازاي وكده، انا بخليهم الاثنين ناحيتين متساويين وبعد كده برمي دي كده بس كده خلاص، ما محتاجش اصلا الدبابيس، بس هي معايا احتياطي. طبعا طبعا مسكنات، مسكن للصداع ومسكن للمغص. توكه تاني مش معانا. دي بقى حاطه فيها ايه، تخيلوا ايه، يعني عايزاكم تتوقعوا تحت انا حاطه ايه في العلبه الصغنونه دي. مش فاكره حتى هي كانت جالي مع ايه وانا عملتها، يعني انا فاكره انا عملتها لايه بس انا مش فاكره هي كانت جالي مع ايه، ابر باين ولا كنت مش فاكره. المهم دي انا حاطه فيها بصوا المبرد الصغنن ده، ليه بقى؟ لانه دايما الضوافر بتقرر ان هي تتكسر واحنا بره البيت، فاهمين ازاي؟ فالحلو بقى في المبرد ده ان هو صغنون بيجي مع الضوافر اللي هي الصناعيه اللي زي كده، بيجي المبرد اللي هو الصغير ده، فانا محوشاهم هنا بقى في العلبه الصغنونه دي. تاني اصغر كريم للايد عندي لازم، يعني اول ما بيخلص كريم الايد كده بحط علبه تانيه على طول، بحب ارطب ايدي قوي، بحب ارطب ايدي قوي بصراحه. واخر حاجه بعد كده الشنطه خلاص تبقى فضيت، وهي المخمريه القمر دي تحفه بعشقها. انا اصلا اللي مفضيها في العلبه الصغنونه دي، كانت جايه في علبه كبيره باخد شويه لان انا حرفيا مش بحتاج ان انا احطها بس كده على مكان النبض، وبفضل بقى طول ما انا بتحرك بايدي كده ريحه قمر رايحه وريحه قمر جاي، لا بحبها قوي المخمريه دي قوي قوي. بصوا حتى فيها كمان جليتر، مش عارفه هيبقى باين ولا لا، استنى هبين لكم بجد شكلها بيبقى عامل ازاي، باين الجليتر اللي هي عاملاه في الايد. الله بموت فيها بموت فيها، بس انا بقى حاطاها في علبه صغيره قال يعني بوفر مكان ووزن. بس كده شنطه الطوارئ خلصت. بصراحه بالنسبه لي كل حاجه اساسيه في شنطه الطوارئ دي، فانا حطيت المخمريه، الكحول، ومرطب الشفايف، ورطب الشفايف التاني، نعناع، بس يعني هاخد واحده بس. اوكي دي بقى احطها كده كلها على بعضيها، وبكده تكون الشنطه بتاعتي جاهزة. انا
بجد مبسوطه ان انا هنزل بعد كده بشنطتي، عشان انا حرفيا بقالي فتره كبيره قوي ما نزلتش بالحاجات بتاعتي ومفتقداها الحقيقه. بس كده دي كانت اهم الحاجات اللي انا باخدها معايا في شنطتي. قولي لي تحت في التعليقات الحاجات الاساسيه اللي انتوا بتاخدوها معاكم دايما وانتوا نازلين وشايفين انتوا ما تقدروش تستغنوا عنها. كل واحده ما بتنزلش بالحاجات بتاعتها، انزلي كده ودلعي نفسك وخلي ليكي كده حاجاتك الخاصه اللي تنقذك او تنقذ صاحبتك وهي معاكي. خلي معاكي دايما شنطه الطوارئ وكل حاجه ممكن تحتاجي لها وانت بره البيت. وبس كده اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير. سلام.